السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي في الله، مرحبا بكم معي من جديد في قناتي. كنتمنى إلقاكم الفيديو في ألف خير. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاول أنني نشرح لكم ثلاثة طرق كيفاش تدير العرض أولي بكل سهولة فقط من الهاتف. الطريقة الأولى وهي كاينة في المنتدى، الطريقة الثانية في استوديو عادي في الاستوديو يوتيوب، الطريقة الثالثة وهي أنك تدخل لقناتك من جوجل عبر جوجل كروم. المهم البنات، قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش ليا بلي لايك ديالكم وتعليقكم واشتراكاتكم فضلا وليس أمرا. المهم قبل ما نبدأ البنات، بلا ما نطول عليكم الفيديو مباشر، غادي نبدا معكم حيت كاينين ثلاثه طرق فقط، طريقتين. طريقه غادي الطريقه الاولى غادي نديرها معكم كعمل الفيديو، ندير عمل عرض اولي ليه، والطريقه الثانيه والثالثه فقط كشرح. المهم البنات، الطريقه الاولى غتدخل لقناتك، تدخل قناتك في اليوتيوب مباشره، كتمشي للمنتدى. اذا لاحظت ان هناك، اذا لاحظتي كاين مشاركه مجد واحده، يعني الى بغيتي دير عرض اولي مره واحده. المهم هذا هو الفيديو، راه فايت درت لي انا عرض اولي في المنتدى. كاينين ديال المنتدى، كاين في استوديو، كاين في كم في جوجل، يعني ها هي الطريقه، طريقه راه سهله. المهم نفس الطريقه اللي غدير في استوديو يوتيوب اللي غدير هنا، ولا غديرها نفس الطريقه، غير هو مختلفين في المكان فاش بغيتي تختار دير العرض اولي. الطريقه الثانيه وهي هنايا في استوديو يوتيوب، كنجيو الفيديو اللي بغينا نديرو لي عرض اولي وهو هذا، كنجيو لهذا القلم كنكليكيو عليه كنضغطو عليه مباشره، كنمشيو الفيديو غير مدرج كنكليكيو عليه هذا. المهم انا كنخلي الفيديو غير مدرج، باقي ما بغيتو انا نشرو، غادي نجي ندير لي عرض اولي. المهم الطريقه الاخيره غادي نقوم نشرحها لكم في جوجل كروم. المهم غير نوري لكم الطرق، شحال من طريقه، راه كاينين ثلاثه طرق، كاين الطريقه الاولى في المنتدى، كاين هذه الطريقه الثانيه في استوديو يوتيوب. كما العاده كتجي كتير التاريخ كي هما دايرين لك 26، انا غندير 25، 25 دو جانبير كندير موافق. من بعد كتختار الساعه، مثلا انا باغي مع 9 غندير 9، هي من بعد هادي 9، من بعد هادي كتشير للدقائق، كدير مثلا كنخلي هذيك موافق بالايه، ومن بعد كدير ليها ضابط الفيديو، كدير ضابط كعرض اولي صافي. من بعد كتخرج، من هنا صافي كدير حيفط. انا البنات ما بغيتش ندير ليه دابا حيفط، ولكن غادي نحاول نديرو ليه الحفظ في جوجل. المهم هذه هي الطريقه الثانيه، غنجيو للطريقه الاخيره وهي في هذا، غنجيو الطريقه الاخيره اللي كاينه في جوجل كروم، غندخلو استوديو منشئ اليوتيوب. كنحاول انني نسرع لكم الفيديو باش ما نطولوش عليكم. الطرق ساهلين لهذا العرض، ماشي شي حاجه صعيبه، سهل. اول حاجه في المنتدى بغيتي انت كتختار الطريقه اللي بغيتي، كنجيو لهنايا كندخلوا الفيديوهات ديالنا كما العاده،
كتجي لهاد الفيديو اللي بغيتي ديرو عرض اولي. المهم البنات راه غتشوفوني هذا غنطبقه معكم، هذه ديال جوجل كروم غنطبقها معكم. كتدخل بحال بغيتي دير الوصف في الفيديو ديري لي تاغ، راه كتكون في واحد الجنب البلاصه فين كتكون غير مدرج وعلاني، راه كتجي كتكليكي عليه كيعطيك هاد المعلومات. غنخلي انا غير مدرج، غادي نجي ندير ضابط العرض هادي ملي كندير، وكتختار التاريخ. مثلا انايا غنختار ديسمبر، غنختار نهار هذا 25، والساعة راه كتختارها ملي كتكليكي عليها راه كيعطيوك المهم انا غنختار شحال دابا 9 شوية ديال التليفون كيخصك تحركو 3 نديرو معاه مثلا تقريبا 9:30. دابا كاينه 6:06، نديرو انا 4:04 صباحا. راه كيكون صباحا كيكون بحرف الصاد صباحا، وحرف الميم كتعني مساء، يعني ملي انا جيت ضبط درت الضبط الموعد العرض، درت التاريخ 25 ودرت 9 صباحا. غادي نجي غادي نضغط على هذه الضبط، هي ضبط كعرض اولي. من بعد البنات صافي كدير هذه تامه، ملي كدير تامه هي صافي. من بعد البنات كتجي ملي كيولي عرض اولي كتجي لهادي هاد زائد اعداد العرض الاولي، هادي عرض اولي. كتختار كيفاش بغيتي الفيديو، المده ديالو في مثلا انايا مده العد التنازلي غنديرو غير دقيقه فقط واحده. وهنا المظهر اللي بغيتي راه كتختاري شي مظهر، انا مثلا مظهر الطبيعه غنختار مظهر ده صافي كنخليه. بغيتي تزيدي هادو كتزيديهم صافي. هذا هو صافي. كدير ليه حفظ في التحت، كتكليكي على الحفظ. من بعد كدير ليه هذه ضروري هذا الحفظ، ملي كتسالي في العرض الاولي كدير لي هذه صافي. صافي كتخرج من الفيديو. كنتمنى انني فهمت لكم الطريقه ديال كيفاش دير عرض اولي. هو البنات ملي كدير عرض اولي راه كتكتب فيه عرض اولي، يعني مع 9 انا درتو 9:06 9:15 اتوصل 4 صافي غيبدا العرض. هذا هو العرض البنات. الطريقه راه قلت شرحت لكم 3 طرق، كاينه في استوديو كتب وكاينه في المنتدى وكاينه هنايا كذلك في جوجل. انا اغلبيه كندير هذه ديال جوجل كروم، ديال المنتدى ما عمرني ما درتها، ديال استوديو يوتيوب كذلك كنديرها. المهم راه طرق ساهلين البنات، راه كيعاونوا القناه اللي كيعاونوا القناه بزاف، وخاصه الا كنتي كتولف لقناتك في واحد التوقيت. مثلا كتختار الايام في الاسبوع اللي كتكون عندك كيتشاف لك فيه الفيديو، وكتختار ديما التوقيت مثلا 3:3 مع 3 نهار الاثنين، ونهار مثلا الخميس مع 3 كذلك. ديما الفيديو فيما كتنشري الفيديو كتخليه في داك كديري في داك عرض اولي في داك التوقيت. المهم البنات هذا هو موضوعنا اليوم ديال الفيديو العرض اولي ب3 طرق. ان شاء الله ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نحاول انني نشرح لكم فيديو اخر وموضوع اخر ان شاء الله. ما تبخلوش عليا بلي لايك ولا اشتراكات، وكذلك عفوا مريضه شويه ضربني البرد.
المهم نختمو الفيديو على الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.